السيسي يتابع إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور بجميع الجهات الحكومية. اللجنة الدستورية السورية المصغرة تبدأ اليوم أعمالها في جنيف لمدة أسبوع. ترامب يعلن أن توقيع اتفاق التجارة مع الصين سيكون بالولايات المتحدة. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في كل من جنوب سيناء والأقصر بدءا من شهر مارس 2020. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة الصحة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. هذا ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في إجراء الجراحات ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مع إضافة تخصصات دقيقة أخرى. ومن ناحية أخرى تابع رئيس السيسي إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية. أكدت مصادر طبية عراقية وقوع 9 حالات اختناق نتيجة تفريق قوى الأمن للمتظاهرين أمام قنصلية إيران في كربلاء بالغاز المسيل للدموع. ذكر التقارير أن أكثر من 1000 متظاهر قد توافدوا في محافظة كربلاء أمام القنصلية الإيرانية للتعبير عن غضبهم من التدخلات الإيرانية في شؤون العراق الداخلية ومحاولة قمع الاحتجاجات من خلال أذرعها. جاء ذلك بعدما دشن ناشطون عراقيون حملة لمقاطعة البضائع الإيرانية. تبدأ اليوم الاثنين اللجنة الدستورية السورية المصغرة أعمالها في جنيف ولمدة أسبوع، ومن المقرر أن تقدم في ختام اجتماعاتها تقريرا للجنة الموسعة لمناقشته. كان أعضاء اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضوا موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني قد اتفقوا على تشكيل لجنة مصغرة تتألف من 45 شخصا تكون مهمتها إعداد مبادرات دستورية، بينما ستكون مسؤولية الهيئة الأكبر تبنيها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين سيوقع في مكان ما بالولايات المتحدة. وقال ترامب للصحفيين أن اختيار مكان توقيع الصفقة لن يعيق إنجاز الشيء الرئيسي وهو تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين. وجاء إعلان ترامب عقب محادثات هاتفية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين اتفقوا فيها على القضايا الرئيسية حول اتفاقية التجارة. أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أسفه في فشل إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 من الشهر الماضي. وقال جونسون في مقابلة تلفزيونية إنه لا يرى أي سبب مهم في تمديد الموعد النهائي للبريكسيت، كما أكد أنه لا يريد إجراء استفتاء ثان حول الاستقلال الاسكتلندي. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري اكسترا نيوز.تي في. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.